طب انا هقول لك على حاجه، احنا اتفقنا انه او يعني انه هنشغل نفس الاغنيه اللي الناس حبتها قوي 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 بالفيرجن الجديد اللي متزود على تامر حسين، هو اللي كان كاتب اصلا الاغاني الاغنيه الاصليه. يعني أيوة. هو من نفس الميه، هو جددها بالشعر الجديد يعني. فخلينا نشغلها ونغني كلنا، والثلاث بنات عامر منيب يغنوها. خير في قبل ما نام، وحشني حبيبي تغني لي.